كل واحد دلوقتي بيقعد يبص في التليفون كده يشوف هو بكره هيحصل ايه بالظبط. احنا عندنا التقرير والبيان اللي خرج من هيئه الارصاد وبيقول لنا انه النهارده وبكره، بكره هيبقى يعني ايه القمه بقى، الذروه بتاعت التقلبات الجويه، هل هي هتبقى عاصفه بنفس الشده بنفس الحده بنفس الكثافه اللي شفناها زي بوسترات الافلام كده زي ما كنت بقول لحضراتكم الاسبوع اللي فات، ولا الامور هتبقى مختلفه؟ هل هتمطر على طول ولا لا يعني علينا ان احنا نصبر ونقعد في بيوتنا، او يعني ناخد حذرنا جدا عشان الصوره ممكن تتكرر زي يوم الخميس اللي فات ولا لا؟ ده انا ما اقدرش اجاوب عليه. الدكتور محمود شاهين موجود معانا دايما وبيساعدنا، مدير مركز التنبؤات والانذار المبكر. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اخيرا حضرتك، اهلا بيك يا فندم. احنا دلوقتي بقى عندنا ريفرنس زي ما بيقولوا، بقى عندنا كده ايه حاجه نقارن بيها. هو الخميس اللي بكره زي الخميس بتاع اللي فات؟ احنا مش عايزين نقول كده طبعا، احنا حاله من عدم الاستقرار مفيش كلام، في ارتفاع في درجه الحراره، في نشاط رياح واتربه، ونوهنا في حاله عدم الاستقرار، قلنا ان الاتربه هتؤدي بالفعل الى انخفاض من مستوى الرؤيه الافقيه. يعني لدرجه ان حضراتكم مثلا في الهيئه ممكن تكونوا قدمتوا التوصيه باغلاق طرق السفر او المواني؟ لا طبعا احنا ولا ده ما حصلش؟ ما حصلش طبعا، ان احنا قلنا نغلق حاجه لان المواني بتعمل بكامل كفاءتها، ما فيش اضطراب في الملاحه البحريه خلينا يكون في غلق للمواني، ارتفاعات الامواج في الطبيعي، ما فيش ان شاء الله قلق في المواني خالص. يعني مستوى الرؤيه في الطرق مش هيبقى زي اللي شفناه يوم الخميس؟ لا طبعا مش هتوصل بنفس الكثافه، بس طبعا ما فيش كلام ان في انخفاض في مستوى الرؤيه الافقيه. غلق الطرق من عدمه ده بيرجع طبعا لمسؤول الطرق اثناء انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه. كل المسؤولين اللي على الطرق بالذات بيكونوا عارفين مستوى الرؤيه لما تطلع. بس حضراتكم في الارصاد، حضراتكم في الارصاد ما عندكوش اشارات على ان المساله هتبقى محتاجه لده؟ لا طبعا ما بنقولش احنا غلق طرق ولا حاجه، لان مش اختصاصنا، احنا بنقول في انخفاض في مستوى الرؤيه الافقيه. لما بيحصل هذا الانخفاض في الرؤيه بيكون طبعا مسؤول الطرق هم اللي بيقدروا يحددوا هل الرؤيه تسمح بحركه السيارات ولا يقفلوها بحسب طبيعه المكان وقتها. انما بصفه عامه هي بالفعل حاله من عدم الاستقرار، بكره هيكون في معانا نشاط رياح وهيكون في معانا اتربه وفي انخفاض رؤيه افقيه وفي سحب هتكون ممطره في اماكن متفرقه وامطار متفاوته. ايه الاماكن الاكثر شده يا فندم؟ المحافظات او الاماكن الاجزاء اللي هتتعرض للتغيرات دي بشكل حاد؟ هو حضرتك مع حركه المنخفض الخمسيني المنخفض بيشمل محافظات الجمهوريه كلها بالتدريج. يعني بدايه النهارده بالفعل هو موجود دلوقتي في هذا التوقيت تحديدا على الفرافره والواحات البحريه والصحراء الغربيه. بالفعل تأثيره هناك لغايه دلوقتي نشاط رياح واتربه، برق ورعد، امطار متفاوته، الامطار اللي لم ترتقي مرحله المتوسطه اصلا في الصحراء الغربيه اساسا. بتتحرك هذه السحب معانا مع حركه المنخفض، هتخش مع ساعات بدايه ساعات يوم الخميس خلال الساعات القليله القادمه على مناطق من شمال الصعيد اسيوط. يعني على مستوى الجمهوريه كلها؟ على مستوى الجمهوريه بتبدا تتحرك تدريجيا، المنخفض بيتحرك تدريجيا. مفهوم. هيشمل برضه هيخش معانا هياخد القاهره ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشماليه، ثم بعد كده يبدا يتجه ناحيه الشرق الى سيناء مع نهايه يوم الخميس ان شاء الله. هو درجه الحراره بكره كمان عاليه، يعني ده درجه الحراره بكره سشوار سخن وتراب ودرجه حراره. سحب وامطار خفيفه وبرق ورعد في بعض المناطق ونشاط رياح، اهم حاجه طبعا المثير للاتربه اللي هيؤدي لانخفاض رؤيه افقيه. يعني حالة من عدم استقرار مكتمل. نشاط الرياح هيوصل للسرعة اللي كنا شفناها برضه يوم الخميس اللي هو بتاعت ال 50 كيلو وال 60 كيلو دي؟ إلى حد كبير لا، مش هيوصل لهذه السرعات طبعا، احنا سرعات على القاهرة مش هتتجاوز ال 45 كيلو متر في الساعة إن شاء الله. بس محسوسة طبعا. هو ده احنا خلاص يعني هي بكرة وتعدي ولا لسه في تاني؟ لا ان شاء الله بكره وتعدي ان شاء الله. يعني لا يعني قصدي في عواصف زي دي، في نوبات على المستوى ده متكرره تاني ولا هو لعل ذلك اخرها؟ هو فصل الربيع اللي هو بينتهي 2021/6 بيكون وارد تكون مثل هذه المنخفضات في الصحراء الغربيه، المنخفضات الخمسينيه دي، ودي عاده ما بتكونش موجوده غير في فصل الربيع بس. اتاخرت شويه في الربيع ده، جايه في اخر الربيع،
لكن وقت تواجدها هي فتره الربيع. اول ما بيدخل علينا فتره الصيف تختلف الامور. الحمد لله الحمد لله. معلش عفوا يا استاذ شريف، اول علينا فصل الصيف الكتل الهوائيه بتتغير وتنتهي هذه الانخفاضات باذن الله. يعني إذا كان هو ده الربيع، فاكر الأغنية بتاعت المجموعة الجو عندنا ربيع طول السنة؟ الحمد لله إن الجو عندنا مش ربيع طول السنة مع الأسف الشديد يعني. ربنا يحفظ الناس كلها. بشكرك يا فندم الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية.